اهلا بيكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في اولى حلقات برنامج صالون الاميرة، البرنامج اللي هيهمه وبنوعدكم ان هو يقدم كل ما يهم الاسرة المصرية. في البداية اسمحوا لي ان انا اقدم التعازي للشعب المصري الاصيل، الشعب المصري اللي عارف يعني ايه عدد السنين، مهما اختلفت توجهاته، مهما اختلفنا على شخص، بس في النهاية خالص للموت عزاء كلنا نقف لها إجلالا. فبقدم التعازي للشعب المصري الأصيل في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحمة الله عليه. النهاردة أولى حلقات برنامجنا، حبيت أن أنا أكون معاكم بحاجة مختلفة وجديدة، حاجة أنا متأكدة أن معظم الشعب المصري ما سمعش عنها ولا عارف عنها أي حاجة خالص. في ظل اللي احنا شايفينه الأيام دي من فيروسات ومشاكل كل فترة بتزيد أكتر من الأول، وبنحاول إن احنا نقول إيه الوقاية خير من العلاج. كم شخص منا عارف يعني إيه أوزون؟ كم شخص عارف يعني إيه معنى جزيء أو عنصر الأوزون وبيدخل في إيه وتركيبته هي إيه أصلا؟ وهيكون ضيوفنا النهاردة ويشرفنا يشرفنا النهارده ويكون معانا دكتوره ايمان عبد الله، اخصائي التغذيه ومؤسس مبادره طعامي صحي وامن. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا استاذه اميره، شرفت بحضرتك قبل كده في اكتر من حلقه. الحمد لله. ومعانا في الحوار اصلا استاذ محمد مجاهد، صاحب شركه سحاب للاستيراد والتوكيلات التجاريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بحضرتك. اسمحوا لنا في البدايه هنبدا مع دكتور مع دكتوره ايمان ان احنا نعرف منها يعني ايه الاوزون. يعني ايه الاوزون يا دكتوره، وايه تركيبته وايه خواصه نفسه؟ الاوزون ده هو غاز موجود في طبقات الجو العليا، بيبقى ناتج من زي تفاعل كده ما بين اشعه الشمس اللي فوق البنفسجيه مع الاكسجين الموجود في الجو العادي، فبيكون لنا غاز الاوزون عن طريق مرحلتين. يعني هو بيبتدي يكسر الاول الاكسجين العادي، بعد كده الاجزاء النشطه فيه او يعني الاجزاء النشطه بتبتدي انها تكون الاوزون اللي هو 3 ذرات اكسجين بدل 2 ذرات اكسجين. فهو إيه تركيبه اسري. اسري، يعني دلوقتي احنا عارفين ان الميه H2O يعني 2 عنصر او جزيء من من الاكسجين. H2O طب ايه الفرق بقى، او ايه الجزيء اللي هو O2 او O3؟ إيه اكسجين نشط. هو الفكره كلها ان هو بيتحد، الاشعه دي بتتحد مع O2 بتكسرها بطريقه معينه ثم بتتفاعل معاها بمرحله تانية تكون الO3، يعني دي ذره زياده على الاكسجين العادي اللي احنا نعرفه. لما كلمت حضرتك وعرفت منك يعني ايه اوزون، اديتيني مثال جميل قوي، قلت لي ان الاوزون ده العنصر الزياده ده بيعمل نوع من انواع ايه جوه الجسم؟ بيبقى زي يعني بيلحق المخاطر كده، وبيخلي دايما المناعه متجدده، بيحسن الدوره الدمويه. لا، ليه حاجات كتيره جدا، ليه استخدامات طبيه كمان كتيره قوي. طب لما احنا عايزين نتكلم عن الاستخدامات الطبيه، احنا كشعب مصري او مجتمع عربي ليه ما نعرفش حاجه عن الاوزون بما انه هو قوي بالطريقه دي؟ لا، هو فعلا قوي وليه استخدامات كتيره جدا عارفها الطب من زمان، يمكن من 1865 او 1870 في مصر. يعني في اواخر التسعينات بدانا في بعض الاماكن والمستشفيات الحكوميه انها تستخدم التقنيه الحديثه دي، لما ليها طبعا من اثر ايجابي جدا على في تحسين مستوى الصحه اجمالا. انما الفكره كلها انه احنا ما بنبقى يعني هي ما بقاش فيها انتشار، او ممكن ما بقاش برضو يعني عارفين او مصدقين التقنيه قوي، او الاليه ممكن نبقى خايفين منها شويه. كل ما هو ممكن ما يبقاش طبيعي لحد ما ممكن نقلق منه شويه، لكن هو لا ما فيهوش اي مشاكل. ده احسن ما عرفه العلم في تحسين الدوره الدمويه، بيعمل حاجه مهمه جدا، بيوسع الشرايين. يعني في هو ليه ثلاث استخدامات تقريبا، ثلاث استخدامات، في انترا ماسكولر في العضلات، وانترا فينوس وريدي، وشرجي انبوب كده او قسطره رفيعه جدا شرجيه، بيبتدي ندخل عن طريقها غاز الاوزون ويمتصه الجسم، وبيخش على البلاد ستريم او على تيار الدم زي اي غذاء بيمتصه الجسم. بيوسع الشرايين، لو في عندنا اي دهون او حاجه مترسبه على جدران الشرايين بيبتدي ان هو يخلصنا منها. بيحسن جدا من سريان الدم، بيمنع التصاق الكرات الدم الحمراء ببعضها، فبالتالي هيبقى سريان الدم هيبقى بصوره افضل، بيخلي قدره الدم اعلى ان هو يشيل الاكسجين ويوصله للخلايا، فده يعني حاجه كويسه جدا جدا. في بعض الاجهزه حاليا بتستخدم الاوزون في الساونا عن طريق الجلد، وهو طبعا بيحسن الكولاجين واللي هو المسؤول عن الاستاسيتي اللي هي مرونه الجلد. تمام. طب احنا بنتكلم على سحر يا دكتوره،
يعني هو أشبه بالسحر فعلا. بنتكلم على حاجة ماجيك جدا يعني حاجة قوية وبتقدر تعمل كل ده. إزاي في العلم الحديث ما بنلجأش لاستخدامه؟ والله مش دايما يعني. أنا برضو أذكر إن في ناس قالت إن دي الطريقة اللي بتستخدمها ملكة إنجلترا جلسات الأوزون دي بالذات تحديدا. والله عشان كده ما شاء الله عليها معمر. ما شاء الله. هو بيرفع المناعة جدا ما شاء الله. يعني هو ليه فعلا أثر صحي إيجابي جدا وما فيش أي منه أي خوف. في بس بعض الموانع يعني ما ينفعش استنشاقه مباشرة. تمام. دي طبعا من الموانع ما ينفعش. مع إنه هو بيساعد في حل مشاكل الرئة، التهاب الحاد الرئوي اللي هو السارس وحاجات تانية كتير يعني الالتهاب في الجهاز التنفسي ومشاكل الرئتين بيحلها بشكل كويس جدا، لكن لا يمكن استنشاقه. لا يمكن استنشاقه. طب احنا هنتكلم على الامكانيه اللي احنا نقدر نستفيد بيها من غاز الاوزون عن طريق الاجهزه اللي يكون موجود فيها، بس بعد ما نتشرف باستاذ محمد مجاهد صاحب شركه سحاب للتوكيلات التجاريه للاستيراد والتوكيلات التجاريه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. شرفتنا وشرفت صالون الصحه. الشرف لينا يا فندم، ويا رب نكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طبعا حضرتك من الناس اللي بيقولوا ان هم بيحاولوا يدخلوا الاوزون واجهزه الاوزون في مصر. حضرتك بتسعى ان انت تدخل التقنيه الحديثه دي في مصر بقالك قد ايه؟ يعني من 11 سنه، من 2009. طيب تقريبا علشان نقول نوصل للناس معلومه، ايه اللي خلى حضرتك تعتمد او تفكر في الاوزون بالذات؟ لان حاجه مش معروفه ومن 11 سنه كمان صعب جدا. هو انا كان في حاجه اسمها سنبات الشعير. تمام. دورت على احدث حاجه تعمل تنقيه تمام وتعقيم، لان الاستخدام كله ميه ما فيهاش تربان. تمام. فلما جبت الجهاز يعني بدات اشرب منه، بدات عندي كان طفل متعور فحطيت ميه عليه. تمام. لقيت ان الالتئام زي ما الدكتوره تفضلت وقالت الكولاجين التئام الجرح بقى سريع جدا، يعني حتى انا سالت دكتور قال لي ده شهرين، شهر و10 ايام مثلا، وهو كان بقاله 3 ايام بس والجرح التئم. والجرح التئم تماما. تمام. فبدات بقى يعني ادور على الـ على الـ على الحاجات ديت واسعى ليها واسعى كفايده لجسم الانسان. تمام. ومن هنا بدات اعمل شركه كل المنتجات بتاعتنا بتصب في تحفيز المناعه بتاع الجهاز، وان الشرق الاوسط كله ما يعرفش الحاجات دي. تمام. احنا لسه هنتكلم عن ليه الشرق الاوسط، وزي ما حضرتك تفضلت واكدت على كلام الدكتوره ان ملكه انجلترا بتستخدم الاوزون. تمام. طيب قبل ما نتكلم عن الاجهزه وبتعمل ايه الاجهزه، انا عايزه اعرف من حضرتك عندك نيه ان شاء الله ان انت تتوسع في المجال ده ونقدر ان احنا بدل ما نستورد الاجهزه دي نعملها صناعه مصري؟ والله هو سؤال مباغت وصعب. لا تعتب. هو احنا بدأنا فعلا في القصة ديت. تمام. وان شاء الله انا ماشي في الاجراءات بتاعة التراخيص ان شاء الله. تمام. وطبعا الصين احنا عارفين ان هي واقفة، والاجهزة اللي احنا بنستخدمها ديت. تمام. انا بس عايز اوضح حاجة، ان الاستنشاء المباشر بتاع الاوزون ده يعتبر خطر، انما ممكن استنشاء عن طريق الجو عادي. تمام. لانه هو بيبقى فترات الصبح بتاعه الفجر. تمام. هي بيبقى كلها نادى، النادى ده والدي بيبقى فتره كلها اسري. تمام. فاحنا عندنا اجهزه ممكن تشغليها مثلا 5 دقائق في غرفه. تمام. تعقمها تماما بدون اي اضرار. تمام. يعني تاكيدا على كلام الدكتوره. ان هو الغاز اصلا غاز الاوزون موجوده في الطبيعه. اكيد. تمام. يا دكتوره ارجع لحضرتك، غاز الاوزون هو اللي بنتكلم عليه، هو اللي احنا بنسمع من سنوات كتيره ان هي الطبقه اللي بتحمي الكوكب كله. هي بتحمي الكوكب كله فعلا، وبتحمي الجلد من السرطانات. وبتحمي الثروه السمكيه. وبتحمي النباتات والاشجار، وبتحمي يعني لا بتحمي الكوكب كله. يعني نقدر نقول كده ان هي بتحمي الحياه من اضرار الاشعه الفوق بنفسجيه. وفعلا الاوزون هو اللي بيكون السبب وراء الريحه الرطبه اللي بعد الاعصار والامطار والرعد والكلام ده بيبقى السبب فيها الاوزون. طبعا بنحس ان في انتعاش في الجو فعلا. في حتى هو المسؤول يعني فتره الصبح بالذات بعد الندى زي ما قال استاذ محمد، ان فعلا بنحس ان كان الجو نقي، ما فيهوش اي روائح ولا اي عوادم، الجو نفسه تقدري تستنشقي بيه
زي ما بيقول لك ايه، اصحى الصبح افتح الشباك وشم الهواء، دي افضل لحظه ان احنا نقدر نستفيد فيها من الاوزون، نستفيد فيها من الاوزون. ده حقيقي فعلا، حقيقي. بجانب الاستخدامات الثانيه اللي تطرق ليها العلم، والناس اللي زي الاستاذ مشكورا كده بيسعى جاهدا ان هو يخليها تنتشر ان شاء الله باذن الله. ارجع لحضرتك يا استاذ محمد واعرف منك، احنا الاجهزه بتاعتنا اجهزه شركه سحاب اللي هي بتقدر ان هي تقدمها للمستهلك عباره عن ايه؟ بتقدر ان هي تفيدنا في ايه؟ يعني في اكتر من جهاز. اكيد طبعا. تمام، تقدر حضرتك تقول لنا عندنا كام جهاز واستخدامات كل جهاز، وبنطلب من الاعداد ان هو يحضر لنا الصور اللي موجوده معانا علشان استاذ محمد يقدر يشرح على الاجهزه. اتفضل يا استاذ محمد. هو في اكتر من نوع جهاز طبعا. هنبدا بجهاز خاص بالشرب. تمام، وده جهاز طبعا يعني الفوائد بتاعته فوائد كبيره جدا بدون اي اضرار. تمام، لانه هو حاصل على براءه اختراع من اليابان ومن امريكا. تمام، ونسبه الاوزون اللي داخله فيه اقل من المسموح بها. تمام، فالجهاز ده يعتبر معجزه من المعجزات بتاعه الاوزون، واحسنهم يعني امنهم في كل الاجهزه، وده الجهاز الوحيد على مستوى العالم الصالح للشرب. قبل ما نعرض الاجهزه، صور الاجهزه وحضرتك تشرح عليها، ممكن نتكلم عن تكوينات الجهاز. الجهاز بيتكون من ايه؟ الجهاز عامه يعني الفكره بتاعته هي كهرباء او تذبذب كهرباء. تمام، غير منتظم، اللي هي احنا بنسميها في الطبيعه البرد. البرق. البرد. تمام، البرق هو اللي بيكون الاوزون مع حاجات تانية، عوامل تانية موجوده، فهو بيبقى هاي فولتج. تمام، ولكن بيبقى الامبير بتاعه قليل، وبيعمل تذبذب في الكهرباء. الاجهزه كلها تقريبا واحده. تمام، لكن بتختلف من شركه لشركه في السيفتي. تمام، الامان. الامان. لذلك انا بقول ان انا عندي اكتر من 30 جهاز، ولكن الجهاز الوحيد الصالح للشرب هو جهاز واحد فقط بس، اللي هو جهاز اوز ماجيك. تمام، ده اللي صالح للشرب، لان النسبه بتاعه الاوزون نسبه ضعيفه ليتقبلها اي جسم انسان. طب بما ان حضرتك تطرقت للنسب، وجسم الانسان طبعا بيختلف من طبيعه لاخرى، يعني كل انسان فينا ليه طبيعه جسم مختلف، حضرتك العملاء لما بتتعامل معاهم بتقول لهم او بتاكد عليهم لازم يكون عارف الهيستوري المرضي بتاعهم، او لازم استشاره طبيب؟ حضرتك احنا اكيد طبعا اللي بيبقى بيشتري الجهاز ده هو بيكون سائل مره واثنين وثلاثه. الاجهزه اللي احنا بنتكلم فيها ديت ما هي ما فيهاش اي ضرر بالنسبه لواحد كبير او صغير. تختلف زي ما حضرتك قلتي من جسم انسان لجسم انسان. في ان هو يشرب قد ايه. تمام، انما الوضع العام كله سيفتي. تمام، يعني حتى لو شرب اكتر من اللازم ما فيش فيها اي اضرار. طب هنعرض صور للاجهزه دلوقتي علشان استاذ محمد يقدر ان هو يشرح لنا على الاجهزه. اتفضل يا استاذ محمد. ده حضرتك جهاز دش الاوزون. دش الاوزون، يعني ده حضرتك بيتركب عادي على خارج الدش بتاع مكان السماعه. مكان سماعه الدش. تمام، فطبعا زي ما الدكتوره تفضلت الاوزون بيعمل على تحفيز الكولاجين. تمام، يعمل نعومه للجسم. تمام، قوة الأوزون على البكتيريا والفيروسات. تمام، بيخليه يقتل البكتيريا المسببة لرائحة العرق. تمام، بيعتبر زيه زي الساونا. تمام، بيخلي الجسم يمتص الأوزون من المية من اللي هي نازلة عليه. تمام، فبيعمل تنشيط للدورة الدموية. تمام، طبعا الاوزون معروف عنه ان هو دي صوره الجهاز الثاني اللي بنركبه على الحنفيه، ده جهاز اللي بنقدر نشرب منه؟ لا، ده جهاز صيني. تمام، بنشرب منه بعد نص ساعه بيكون الاوزون تكسر فيه من اسري ليرجع لاوتو ثاني، لان الاوزون بيتكسر من نص ساعه لساعه. تمام، بيرجع ثاني لاكسجين.
تمام. طب بعد اذن حضرتك، ده الجهاز الثالث بتاع الجو اللي موجود معانا دلوقتي على الشاشه. ده بتاع الهواء. ده بتاع الهواء، ده اللي هو بنحطه في الغرفه وبينقيها خمس دقائق او 10 دقائق ومن البكتيريا والفيروسات بنسبه طبعا 99.99% طبعا الدكتوره طبعا اكيد عارفه. تمام، ده حاجات ديت موجوده علميا موجوده. تمام، ده ممكن يستخدم كهواء غاز وممكن يستخدم في تعقيم الخضار والفاكهه واللحوم والاسماك. تمام، بيقضي طبعا على السالمونيلا والايكولاي في خلال 5 ثواني. تمام، ودول طبعا يعني كارثه موجودين عندنا طبعا في الطعام. هنتكلم عن الفيروسات وهنتكلم عن البكتيريا حالا دلوقتي. قوته طبعا 5 ثواني، يعني بتتكلمي في حاجه اكتر 3000 مره من الكلور. التعقيم بتاعه اكتر في التطهير ب 3000 مره من الكلور. طب دي حاجه قويه جدا يعني. طبعا. انا مش عارفه ازاي فعلا بجد حاجه زي كده احنا غافلين عنها. لا ومش بس كده، بيشيل المواد الكيماويه والهرمونات اللي موجوده على الفاكهه والخضار. طبعا دي مشكله كبيره جدا، ان مفيش يعني حاجه من الخضروات اللي موجوده دلوقتي الا مرشوشه ومحطوط في الارض حاجات كيميائيه وحاجات كيميائيه وحاجات العضوي بيبقى غالي على بعض الناس فما بتقدرش تلجأ ليه. بالظبط، الحاجات الاورجانيك صعب جدا ان حد يعرف يوصل لها اصلا. فجهازنا بيقدر ان هو ينقي ويفلتر وينقي الجو ويعمل كل اللي حضرتك بتقول عليه. هو الاوزون مش فلتره بس هو من خصائص الاوزون واللي احنا برضو بنستخدمها ان هو بنستخدمه في الغسالات، بيشتغل على الغسالات بميه بارده وبيقوم بعمل المسحوق تمام بنسبه 70%. يعني ايه؟ يعني هو بيوفر معايا في استهلاك المسحوق؟ بيوفر الدوره بتاعه الغساله نفسها، بيستخدم في الفنادق دوره الغساله نفسها بتبقى النص. بيوفر في الكهرباء. تمام، بيوفر 70% من المسحوق. تمام، ده من ضمن الحاجات يعني اللي هي ده احنا عايزين نتكلم في الفوائد فعلا بجد، لانها المفروض انها تكون ثوره. ده حقيقي فعلا ثوره. هو عمل ثوره، هو كان سموه فعلا ثوره الطب. ثوره الطب. بس يعني انا لما عملت الاعداد للحلقه ودخلت على اليوتيوب ودورت على اكتر من حاجه حصل لي ذهول من اللي انا شفته. انا في فيديوهين لو اطلب بس من الاعداد ان يجهز لنا الفيديو ان احنا نعرضه، ازاي الخضار اللي مغسول او اللي محطوط في ميه فيها اوزون عن الميه العاديه، انا نفسي انبهرت بيه. فانا هو مش بيفرق متخيلة. في الجوده كمان يا استاذ امين، يعني الجوده كمان يعني بيطول من عمر الخضار والفاكهه. عمرها الافتراضي. تمام، يعني بدل ما هي مثلا 3 أو 4 أيام ممكن تقعد معايا اسبوع. احنا اتكلمنا مثلا بالنسبه للدش ده في بكتيريا بتتنقل عن طريق الهواء اسمها الليجونيلا. الليجونيلا بالظبط، فدي برضو يعني اكيد برضو ليه يعني ليه دور فيها. في بكتيريا غير السالمونيلا وغير الايكولاي، في عندنا الاستاف وفي عندنا السيدومونس وفي عندنا حاجات كتير جدا، وفي عندنا اللي اتكلمنا عنها قبل كده في حلقه سابقه الكوليستيريديوم بانواعها. تمام، فانواع كتيره جدا من البكتيريا يقدر ان هو يخلينا نتحكم فيها ويقدر يخلصنا منها بصوره اسرع بقى من الخل الطبيعي او مثلا من طريقه النقع. بالنسبه للفنادق والمستشفيات او الاماكن اللي بتستخدم احواض كبيره بيستخدموا اقراص مطهره. تمام، في الحاله دي ممكن توفر عليهم الاقراص وممكن كمان توفر عليهم في الوقت. تمام، معانا اتصال تليفوني من دكتوره منى. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله كله تمام الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي حضرتك، حضرتك من اللي استخدموا الجهاز الاوزون؟ ايوه حضرتك. انا اخذت الجهاز واستعملته، استعملته في الشرب الاول بس اول كبدايه الشرب استعملت 2 كوباية مره واحده. انا حسيت بالميه على طول، اثرت فيا شويه زي صداع او مش صداع يعني تاثير في الدماغ بعض الشيء. تمام. أنا عندي الدورة الدموية ضعيفة يعني ضعيفة شوية، فأي حاجة بتأثر عليا بتأثر في الدورة الدموية في الدماغ. تمام. عرفت إن أنا كده زودت الجرعة أو إن أنا استعملته بطريقة يعني أول يعني كان المفروض كبداية أستعمله برفق، يعني أجيب الجسم بالراحة، يعني مثلا 1/4 كوباية 1/2 كوباية 1 كوباية. ده طبيعي، ده طبيعي يا دكتورة، لأن أي حاجة جديدة بالنسبة للإنسان لازم يعود جسمه عليها. تمام حضرتك. طيب. تمام حضرتك، انا غلطت، انا بقول لحضرتك انا غلطت، ولكن انا بعد كده بقيت اتعامل من ربع لنص كوبايه مره صباحا ومره مساء، مش اكتر من كده، واخده بال حضرتك عشان اتجنب اللي حصل. انا الملحوظه بتاعتي هو في نشاط في الجسم،
مفيش خمول، في بل بالعكس في نشاط واضح، النوم كويس، مفيش أرق ولا حاجة، ولكن مفيش كسل. واخدة بال حضرتك؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الدورة الدموية أعتقد إن هي تحسنت، مفيش صداع، في بعض التركيز موجود شوية، يعني مركزة مصحصحة، ليه تأثير بعض الشيء على الكلى. واخدة بال حضرتك؟ بالنسبة للأملاح وللكلى، طبعا أنا بستعمله مثلا في نقع برضو الخضروات، الفاكهة والطماطم والخيار وكده، لأنه بيبقوا كتير فيهم مبيدات، فبستعملهم 10 دقايق قبل ما أعمل أتناول الخضار أو الفاكهة بستعمل الجهاز. حضرتك بتستخدمي الجهاز بقالك قد إيه؟ لا أنا بقالي حوالي 3 أسابيع. 3 أسابيع، وحاسة إن في خلال المدة القصيرة دي حصل بالفرق؟ حسب فرق. وبصي حضرتك، انا عايزه ازود على حضرتك حاجه، ان انا اتفضل. استعملته، انا قريت ان هم دكاتره الاسنان دلوقتي بيستعملوه في اثناء الحشو واثناء الخلع كميه مطهره بجانب الدكتور للمريض، تمام، فبدات يعني حاجه اتمضمض بيه. تعقيميه كمان. ايوه بدات اتمضمض بيه، ولكن مش ما اقولش لحضرتك هو تاثيره لسه على الاسنان ايه، ولكن تمام انا بدات اتمضمض بيه. انا تمام حاسه حضرتك، حاسه اكيد، ما بنشاط. هو الانسان طبيب نفسه، يعني انت اكيد تحسي حضرتك يا دكتوره ان النهارده زي امبارح ولا اول امبارح، مجرد ما بنحس ان في اختلاف في نشاطنا بنقول لا في حاجه جديده دخلت علينا هي اللي عملت كده. تمام، تمام يا ولكن زي ما دكتور. بقول لحضرتك هو يتاخد مثلا ربع او نص كوبايه صباحا، نص كوبايه مساء، ممكن بعد مع الوقت نزود. انا مش بقول لا، ولكن هو كمعدل ده بالنسبه لي ما شاء الله جايب نتيجه كويسه. ما شاء الله، ودايما في صحة يا رب دايما. ميرسي خالص. أشكرك لاتصالك يا فندم. أرجع لحضرتك يا أستاذ محمد، ودلوقتي هو زي ما سمعنا من المتصلة الدكتورة منى إن هي استخدمت الجهاز، الجهاز فيه مانوال يعني، ولا المفروض إن العميل المستهلك اللي بياخد من حضرتك الجهاز المفروض أنت اللي تقول له الكلام ده؟ هو دي قصة الشرب والحاجات ديت بتبقى واقفة على المستخدم نفسه، يعني هو بيبقى طبيب نفسه، انما هي شرب المية نفسها ما بي يعني التأثير اللي هو الطاقة والحيوية والحاجات ديت موجودة، ولكن هو ما ثبتش عنه انه يرفع ضغط او تمام يقلل ضغط او كلام من ده، هو تمام بيدي باور، بيدي باور، بيدي باور، بيدي طاقة، بيدي فهو انت طاقة. مش مستحملة الطاقة. تمام. هو مش مستحملة. يعني فهو بيدي طاقة كبيرة يعني. معانا تمام. دكتورة عفت، ناخد دكتورة عفت. دكتورة عفت عوض، مساء الخير يا دكتورة. مساء النور يا حضرتك. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ اهلا بحضرتك. دكتورة حضرتك دكتورة تحاليل طبية، ايوه وقدرتي ان انت تستخدمي الجهاز معانا، ايوه اقدر اعرف من حضرتك تأثير الجهاز على حياتك ايه؟ بصي، هو الجهاز ايجابي جدا طبعا، بس عايز انك تبتدي معاه بداية بسيطة، يعني تمام زي دكتورة منى ما قالت بالظبط، انك انت الطاقه هتبقى زياده، فممكن ما تستحمليهاش، لان هو بينظف، هو ديتوكس، الاكسجين ديتوكس، بيشيل التوكسنز من جسمك، فلما بتشيل التوكسنز بيطلع لك حاجه اسمها فري راديكال، اللي هي بالعربي شوادر حره، فالشواد الحره تخرج عن طريق الكلى والكبد، فمعناها ان جسمك بيشتغل زياده، بيشتغل زياده، فالطرد طبعا بتاعه ازيد، فطاقته هتعلى، فيستحسن انك تبتدي بكميه صغيره صغيره صغيره، وممكن يوم او يوم لا، لغايه لما تقدري تنضفي بقى. لكن هو طبعا وللبشره رائع، وللبشره كمان، يعني ممتاز. حضرتك شايفه تاثيره، وحضرتك بتستخدميه بقالك قد ايه؟ انا دلوقتي يمكن حوالي شهر. تمام، والتاثير والنتيجه باينه. لا طبعا انا حسيته من اول يوم. طب كويس. لا من اول الاذنيه، لا ما هو انا عشان انا بصي بورد بورد، انا دخلت غشيمه، يعني انا استعملت كتير، فكاني طاقه اوفر. خلاص، اللي هو حاجه كده عايزه اشيل الشقه كلها وابنيها تاني. لا بالظبط، وقت لا عايزه تتبقوا بالراحه على بعضنا كده. يا رب يديم على حضرتك الصحه والعافيه يا رب. ويديم على الجميع. وعلى فكره لو عندك مشاكل في اللثه واتمضمضتي بيها، كانك اتمضمضتي بحاجه بتخفف من اول مضمضه، يعني مش مثلا تحتاجي علاج. طب دي حاجة قوية جدا، أنا نفسي مبهورة بكل اللي أنا عمالة أسمعه بقالي يومين وثلاثة من إعداد الحلقة، أنا مش مصدقة إن في حاجة زي كده موجودة وإحنا غافلين عنها. لا لا لا، هو موجود في العالم كله، لازم إحنا نبتدي ننتبه،
للعلاجات الطبيعيه البسيطه اللي ممكن تساعد كل الناس. تمام، اكيد كل العالم بيتجه للطب البديل، لان في الاول وفي الاخر الادويه زي ما هي مهمه بس بيبقى ليها سايد افكت، صح يا دكتوره؟ اكيد طبعا، اكيد كلها اكيد اكيد طبعا كمية. منظمة الصحة العالمية بنفسها أشكرك يا دكتورة عفت وميرسي للتواصل مع حضرتك. اتفضل يا دكتورة. منظمة الصحة العالمية نفسها قالت إن كل دواء سم إلى أن يثبت العكس، يعني إلى أن نثبت إن هو ممكن يبقى كويس يعني أو يعني ممكن ينفعنا في حاجة معينة. لكن فعلا الأوزون ليه فضل فعلا في التخلص من الفطريات والبكتيريا والجراثيم اللي في اللثة، وهو فعلا ديتوكس كويس جدا للجسم، بيساعد على عملية الديتوكسيفيكيشن حلو قوي. في كمان في متصله دكتوره منى قالت ان هي كانت حاسه بتركيز عالي، ده لان في كميه اكسجين رايحه للمخ اكتر، الدم قادر يشيل اكسجين ويوصله لباقي اعضاء الجسم بشكل افضل، كمان ده بيقلل الحمل من على الرئتين. انا كده كده الدم وصل له اكسجين بشكل كويس جدا، فانا بقلل الحمل من على الرئتين، فبرضه ده بسبب برضه الاوزون اعتقد يعني. طب كويس، يعني معنى كده ان الاجهزه اللي بتستخدم الاوزون او موجود فيها الاوزون تنفع الناس اللي عندهم ربو او عندهم امراض صدريه؟ طبعا. هو عالج حاجات كتير يعني. هو عالج الربو، وعالج يعني في دراسات كتير جدا اتكلمت عن حاجه اسمها الكرونيك ابستراكتيف بلمري ديزيز، اللي هو زي الالتهاب الرئوي الحاد المزمن. فبيعالج برضو الربو عند الاطفال، برضو الحاجات الانبوبات الشرجيه اللي اتكلمنا عنها دي برضو جربوها على الاطفال وكانت جابت نتائج كويسه جدا من وهم لسه صغيرين. بعض الدراسات اتكلمت عن امكانيه علاج الربو من وهو لسه في بطن امه. ده حقيقي، ده قوي جدا. فعلا يعني الاستعداد من البدايه من الاول في رحم الام نقدر ان احنا. طب احنا بنكتشف منين يا دكتوره؟ وده سؤال بره. بتبقى عرضه، هي بتبقى عرضه، وبعدين كمان بيكون في تحاليل معينه بيطلبها منها الجاينك او الطبيب المعالج، بيقدر يعرف منها او يستدل على الخطر المحتمل للطفل او للام، سواء كان هي حامل او بعد الولاده. كمان بتامن نفسها بالظبط، ان هي حتى كمان على ذكر كورس علاج من بدري قبل الولاده بالظبط. على ذكر الجرعه، وبعض الناس بيجي لها صداع، بعض الناس ممكن يجي لها ضيق في التنفس، بعض الناس ممكن يجي لها يعني حاجات عكس اللي احنا قلناها. بدل ما اتنفس بشكل جيد لا، ممكن يجي لي ضيق تنفس، بدل ما احس بتركيز ممكن احس بزغلله او بصداع. انا مفيش مانع خالص ان انا لو عندي اي حاله صحيه بتابع مع طبيب معالج، هو اللي يحدد لي الجرعه اللي ابتدي بيها. اكيد، وهي كل حاجه يا فندم زادت عن حدها هتتقلب لضدها. هي بصي، انا من انصار ان الوسطيه والاعتدال في كل شيء احسن حاجه. اكيد احسن حاجه وافضل حاجه. اكيد. ارجع لحضرتك يا استاذ محمد، وعايزه اسالك سؤال زي اللي سالته للمتصله. حضرتك بتستخدم الاجهزه من 10 سنين؟ طيب، او 11 سنه. طب وفي البيت عند حضرتك واللي حواليك تقدر تقول لنا يعني على مواقف معينه او حكايات معينه للناس اللي تعاملوا مع الاجهزه؟ والله انا اقدر اقول لك عن انا يعني انا بقالي 10 سنين ما جاليش برد. ما شاء الله. ما كانش فيه الا من حوالي مثلا شهرين كده بس جالي دور، لان انا كنت موقف في الميه. يعني ما كنتش بشرب ميه اوزون. ووالدي ووالدتي برضو نفس القصه 10 سنين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديهم الصحه والعافيه. برضو عايز اسال لحضرتك، كبار السن، بما ان حضرتك ذكرت الوالده والوالد، كبار السن تاثير الاوزون عليهم ايه؟ وطبعا احنا كده كده عارفين ان امراض الشيخوخه كده في كل الاحوال غصبا عننا بتبقى موجوده، بس لما الجسم بيقاوم وبيبقى عنده جهاز مناعته او مناعته قويه اعتقد ان هو بيقدر يقاوم. والله انا هرد عليك رد بسيط. انا والدتي 75 76 بسم الله ما شاء الله، وهي لسه لحد دلوقتي بتطبخ لنا ما شاء الله. ربنا يا رب يديها العمر والصحه يا رب. بس مش هقول لك اكتر من كده. والدي 80 سنه تمام، والحمد لله لسه بيروح ويجي، يعني ربنا يديله الصحه ويديمه الصحه يا رب. يا رب. تمام. يعني احنا كبار السن عندنا من اكتر الناس المستفيدين بالاجهزه اللي بتستخدم الاوزون. اكيد طبعا، اكيد طبعا، عشان يقدر، لان كل ما كبر العمر كل ما كانت مناعه الجسم اضعف بكتير. اكيد طبعا، هي في النازل مش بتبقى اضعف كمان، ده هي بتبقى في النازل يعني. فان هو مثلا يقدر يوصل حياته طبيعيه، دي حاجة كويسة جدا يعني. معانا على الهاتف أستاذ عبد الستار من الشرقية. مساء الخير يا أستاذ عبد الستار. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. مع حضرتك عبد الستار الملاح من الشرقية. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل أهل الشرقية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. استخدمت الجهاز يا أستاذ عبد الستار؟ نعم يا فندم. استخدمت الأجهزة الأوزون؟ لا أبدا، ده أنا عايز أسأل الأستاذ محمد على أسعار الأجهزة دي إيه؟
طب هو الاسعار الاجهزه هي موجوده على اللينك، وباذن الله اي حد هيتصل من خلال برنامج صالون الاميره هيكون له خصم. حاضر، انا هاخد من حضرتك بروميس على الهوا دلوقتي. عينيا. حاضر ان شاء الله. خلاص خصم 10% على كل الاجهزه. طيب خلاص، نستاذن من الاعداد بس يحطوا لنا اسم الشركه والتواصل على الشاشه. ارجع لحضرتك تاني يا استاذ محمد. بشكرك يا استاذ عبد الستار. ارجع لحضرتك تاني يا استاذ محمد، وبرده مستمرين في الكلام على الاجهزه بتاعتنا. انا عايزه اعرف من خلال خبره حضرتك في المجال ده، لو فتحناه، والسؤال ده اعذرني هو مش موجود في الاعداد، بس انا احب يكون لي اسئله كده. انت مش شايف ان موضوع كبير زي ده ممكن يخلي فيه حرب لحضرتك؟ والله احنا بنعمل، انا قلت لحضرتك الشركه عندي معموله، يعني انا رخصت الشركه من حوالي سنتين. تمام واشتغلت رسمي، وانا حتى كاتب كل المنتجات اللي بتشتغل فيها الشركه بتعزز مناعه جسم الانسان. تمام. وكلها فايده للانسان، وللاسف المصانع ديت موجوده من الحرب العالميه الثانيه، موجوده الاف المصانع بره. تمام. وطبعا طب الاف المصانع من الحرب العالميه الثانيه واحنا ما نعرفش عنه حاجه. يعني انا اعتبر الشركه الوحيده في مصر، تمام، وما بنبيعش حاجه. طب يعني الناس مش عارفاه. تمام. انا بقول لحضرتك، طيب. انا نفسي وانا بعمل يعني الاعداد وبحضر للحلقه انا اتفاجئت. طب الاف المصانع دي بتودي فين؟ لدرجه ان كلمت دكاتره يا دكتوره. يا دكتوره ايمان، انا كلمت دكاتره علشان اخد منهم المعلومات زي ما تواصلت مع حضرتك. بعض الدكاتره اصلا ما عندهمش معلومه، ما عندهمش معلومات عن الموضوع، لدرجه ان في حد رد عليا قال لي الموضوع ده لو حقيقي يبقى حاجه رائعه جدا. طب ما هو حضرتك المفروض انت اللي دكتور، انت اللي تقول لنا الكلام ده. لما هو فعلا ده بجد حقيقي فعلا، لكن فعلا زي ما قلنا لازم نبقى متاكدين ان الحاله الصحيه العامه تمام، والجرعه تمام، ومفيش ما يمنع، لان برضو يعني الاكاديميه الطبيه او ومايو كلينك كمان اكدت على الموضوع ده جدا جدا، يعني قالت ان هو فعلا حاجه ليه منافع كتيره جدا جدا للصحه. في بعض موانع الاستخدام زي مثلا تسمم الغده الدرقيه كنا بنتكلم فيها قبل كده. بعض الناس ما بتستحملش في حالات الضغط العالي، ف ينصح طبعا ان احنا نرجع للطبيب المعالج، ما فيهاش اي مشكله ان هو يحدد لنا الدوز او الجرعه اللي احنا نبدا بيها، وهو يعني منافعه ما وفوائده ما حدش يختلف عليها. لا، لانه هو حاجه طبيعيه وموجوده وكده. ولا كده بتحمي الكوكب كله، فاثرها على الانسان اكيد طبعا هتكون ايجابيه. طيب يعني تاكيدا لكلام حضرتك، انا ممكن اديكي اكزامبل صغير كده. مشروبات الطاقه، مشروبات الطاقه على قد انها بتفيد الجسم وممكن تخليكي نشيطه وعندك باور، بس لو حضرتك خدتي اكتر من النسبه المسموح بيها انها تدخل للجسم، لا بتعمل عكسي خالص. شوفي حضرتك، انا ليا وجهه نظر وتعب وغيره. انا ليا وجهه نظر في موضوع مشروبات الطاقه ده. يعني هو بيبقى فيه كميه عاليه شويه من الكافيين، وفي بعض الانواع بيكون في داخل فيها مركبات ثانيه مع نفس الكميه اللي الموصى بيها يوميا بالكافيين. جيت انا مثلا قبلها او بعد مشروب الطاقه ده اخذت كوبايتين ثلاثه قهوه برضو تاني، اخدت دارك شوكليت مثلا، اخدت حاجه برضو فيها كافيين كتير، انا كده بعمل مشكله في ضغط دمي وبعمل مشاكل في القلب، ممكن يعمل يحصل لي ازمه. يعني ممكن يحصل لي ازمه في قلبي، التنفس عندي هيبقى صعب جدا. بعض الناس ممكن ما تستحملش، اللي هي اصلا بتعاني من ضربات القلب السريعه او بتعاني من ضغط الدم المرتفع، ممكن ما تستحملش حاجه زي كده. والبعض منهم في سن يعني في سن متاخر شويه ما بيتلحقوش. الله اكبر. يبقى الاستخدام الامثل للاوزون بالنسبه مش اللي هو اوزون وحاجه جميله وهتفيدني فباخد منها واخد كتير واخد كتير واخد كتير زي الاتصالات اللي جات لنا على الهواء. بالظبط. لاني ممكن اعاني من اعراض معاكسه تماما. تمام. اللي انا عاوز احس بيها احس بالعكس تماما، بالعكس بتاعه. طب احنا نعرض الفيديو دلوقتي علشان نشوف تاثير الاوزون على الخضروات. ده دلوقتي خضار موجود قدامنا، حضرتك تشرح لنا الفيديو يا استاذ محمد. ده حضرتك خضار بيغسله بميه الاوزون، جهاز الاوزون على الشمال. ده طبعا فيديو اجنبي طبعا بكاميرات عاليه جدا. تمام. هو دلوقتي بيغسل النبات الخس هو بميه الاوزون. تمام. وهو هيقسمه طبعا هو طبعا الكلمات اللي موجوده ان انجلش على الشاشه عشان بس نترجمها لمشاهدينا الكرام، ان هو بيخلص الخضروات من 99% من البكتيريا. تمام. وقادر على قتل اصغر انواع البكتيريا اللي تكون موجوده في الخضروات. اتفضل كمل حضرتك. اي بكتيريا او اي فيروس هي بنسبه 99%. تمام. والساعة اللي قدامنا دي بتقدر توصل لنا الوقت اللي عدى قد ايه؟ الوقت اللي عدى هو بيجري بيجري التايم. التايم. تمام.
عشان يقدر يوضح لحضرتك الحاجه اللي شغاله ازاي. بمعنى صح ان الحاجه ما بتتبلش زي طبيعي، يعني احنا لما بنبقى جايين من بره وجايبين خضار او اي حاجه، مجرد ما بنحطه في المطبخ ساعتين ثلاثه ونرجع بنلاقيه دبل اللي هو عليه دبل. حضرتك يا ريت تبص على ده وتركزي معاه. هو هيقسم دلوقتي اتنين تمام، واحده هيغسلها بالميه العاديه وواحده هيغسلها بميه الاوزون. تمام، حضرتك هتشوفي سحر، شوفي هو بيعمل ايه دلوقتي في 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 النبات. تمام، عشان بس مجرد انه اتغسل بميه اوزون. تمام، فهتشوفي النبات نما ومع انه متقطع. تمام، يعني المفروض يدبل. تمام، هتشوفي كميه النمو وكميه الحركه بتاعته. تمام، هتلاقيها غير طبيعيه. تمام، فهشوفي بقى حضرتك ده طبعا دلوقتي الوقت بيمر المفروض، فاحنا شايفين الفرق ما بين اللي اتغسل بميه الاوزون والطبيعي العادي اللي مغسول بالميه العاديه. يعني حتى هتلاقي بيكررها تاني، هتلاقيه بي بي بينمو بصوره غير طبيعيه، اوراقه بتتفرد، اوراقه بتتفرد يعني. تمام، فحاجه طبعا محتفظ بنضارته او محتفظ بانه يبقى طازج يعني. ده غير كمان يعني، ده لحضرتك لو جايبه حاجه دبلانه وغسلتيها بالميه ترجع تاني اكنك لسه اطفاها من الارض. وكأننا يعني والآية الكريمة وخلقنا من الماء كل شيء حي. يعني معنى كده ان المية، بس المية بتكويناتها فعلا بفايدتها، لان احنا يعني مش هقدر اقول ان احنا ميتنا مش صالحة، بس اكيد غصبا عننا عوامل الجو والتلوث، مسببات التلوث اللي احنا موجودين فيها دي حاجة طبعا بتضر جدا. مش هنكر على حضرتك برضو الجسم محتاج لشيء من التلوث عشان خاطر المناعة. ايوه طبعا، كنت عارفه الموضوع ده حقيقي. زمان يعني موضوع ما احناش نتمسك قوي بان هو 99.9. طبعا ده ضروري ومفيد وهايل ورائع، لكن الحكايه كلها ان بلاش عشان اي انفكشن بسيط قد كده ممكن يعني يودي بحياه شخص ما. بكتيريا اخدنا مناعه بس مناعة اهم حاجه يبقى عندنا مناعه. لا بس هو احنا نقدر نستغله في الحاجات اللي زي ما قلناها في الاول، الايكولاي، الستاف، ستافيلوكوكس، السالمونيلا، الحاجات دي. هنتكلم عن الفيروسات لان ده موضوع كبير جدا بعد ما نشوف الفيديو ده، وهو فيديو صغير بس هنقدر بالعين المجرده نعرف تاثير الاوزون على الخضار. تبدا حضرتك تشرح لنا على الفيديو ده. موجود زي ما الدكتوره تفضلت. تمام، ان هو بيزود عمر النبات. في هنا نبات اللي هو على الشمال ده، ده مغسول بميه اوزون، واللي على اليمين بالميه العاديه. تمام، حضرتك هتشوف اللي على اليمين بيدبل بعد كام يوم، بجايب الايام بتاعته تحت. ساعات يعني ساعات. ده هنا كده عندنا 7 ساعات 8 ساعات على بالزبط. الشاشه موجوده عندنا، فاحنا قادرين نشوف أيام الخضار اللي بيدبل عن الطبيعي. ولو ايام في فيديوهات موجوده لايام لتفاح لحاجات زي كده، اليوتيوب مليان يعني. تمام، والحاجات ديت عشان كاميرات عاليه 13 ساعه شايفين قدامنا وشايفين ان هو فعلا بالزبط. تاثيره قوي جدا بالظبط. وفي منه موجود حاجات برضو عندنا للتلاجة، برضو بتبقى هي شغالة لوحدها كل فترة بتبس شوية أوزون، طبعا بتقتل البكتيريا اللي موجودة في التلاجة. لو في روايح في التلاجة بتزود برضو العمر بتاع الحاجة، عمر الحاجة. بالظبط. تمام، فاحنا يعني الشركة عندنا بنشتغل في كل حاجة بتفيد جسم الإنسان. تمام، ومش معروفة للشرق الأوسط كله. للشرق الأوسط. دكتورة إيمان، حضرتك عندك مبادرة طعامي صحي وآمن. هاي. تمام، دلوقتي جهاز الأوزون أو الجهاز اللي بيستخدم الأوزون عشان يحافظ على أكلنا وشربنا، وحضرتك أكيد بالمبادرة دي بتأكدي على حياة صحية سليمة من خلال التغذية أو من خلال الهواء اللي داخل لنا. احنا في عصر الفيروسات وطبعا كلنا والميديا كلها والعالم كله خايف من حاجه اسمها كورونا. تمام، فيروس طبيعي ولا فيروس مخلق؟ نعرفه ولا ما نعرفوش؟ نقاومه ازاي واحنا شايفينه يوم عن يوم هيبقى وباء؟ وربنا يا رب يحفظ مصر واهل مصر. والنهارده شفنا قرار صعب، رجوع اكتر من 250 معتمر لان السعوديه قفلت الباب من الخوف، ويوميا حالات زياده. في ظل الفيروسات اللي احنا عايشين فيها، عصر الفيروسات عصر مضر للانسان، هل الاوزون يقدر يقاوم الفيروسات دي؟
بصي، على حته احنا في عصر الفيروسات وكده، فبالنسبه للكورونا اللي هي كانت عامله قلق وهلع في يعني مواقع التواصل السوشيال الاجتماعي ما زالت مؤخرا ولحد النهارده، مع دخول المدارس كمان كان في مشاكل بعد الاعلان عن اكتشاف اول حاله والكلام ده كمان وقفت النهارده المدارس. بالظبط، الكورونا مش فيروس واحد الحقيقه، الكورونا دي عده فيروسات او يعني هي انواع كتيره جدا. النوع اللي في ووهان ووصل شانغهاي والاماكن دي غير النوع اللي كان في السعوديه في سنه 2012، وقالوا ان كانت الحامل اللي اصلا للفيروس ده كانت الجمال، وبالاصل كانت الخفافيش نقلتها للجمال بصوره او باخرى ثم للبني ادم بطريقه او باخرى. فدي بتبقى انواع، يعني النوع اللي كان في ووهان اذكر كان اسمه تقريبا ان كوفي. النوع اللي كان موجود في السعوديه كان اسمه ميرس كوفي. النوع اللي كان عندنا في مصر او اللي قالوا ان هو بقى موجود عندنا في مصر ده نوع ثالث خالص. الفكره كلها او الخوف كله بدا منين؟ بدا ان هم مش عارفين يعملوا له مصل واقي موحد، لانه بيتمحور جينيا، يعني هو بيبقى عنده سلسله كده كبيره بيتغير فيها كل ما يوصلوا لطور معين. على فيروس زي فيروس الانفلونزا، لان فيروس الانفلونزا برضو بيتمحور وبيتغير شكله، فعشان كده احنا مش عارفين مصل بمعنى صح يهاجم او يقفش زي ما بنقوله. يعني انا بعتبر المصل ده نوع من انواع حاجه بتدخل الجسم بيبقى متعرف تتصيده على شكل فيروس يعني. معين او شكل كائن غريب على الجسم يوم متصيده على طول. فمعنى كده ان هو بيتمحور، يعني بيغير شكله. هي الفكره ان هو بيتغير ومش عارفين يعملوا له حاجه موحده. طرق الوقايه منه زي طرق الوقايه اللي بنوصي بيها دايما من اي حاجه، تفادي الاماكن المزدحمه، التاكيد على غسل الايدي بصوره صحيحه من 30 ل 40 ثانيه او من 40 ل 60 ثانيه باي مكان. الصابون المستخدم اهم حاجه انه يكون صابون من مصدر معلوم، ما يكونش في كيس او حاجه، لا يكون من مصدر معلوم. التاكيد على رفع المناعه بالاغذيه، الفلفل الرومي وكل السيترس او كل الحمضيات، العسل الابيض على حبه البركه الصبح دي بترفع المناعه جدا، الحاجات الطبيعيه والعاديه جدا. التاكيد على غسل الخضار والفاكهه، ممكن طبعا تقنيه زي تقنيه الاوزون دي تفيدنا جدا في حاجه زي دي. غسل اللحوم والدواجن والاسماك، كان في اماكن كتيره جدا وناس كتيره جدا ومؤسسات كمان بتقول انه ما ينفعش نغسل الدواجن واللحوم والاسماك قبل الطهي. ممكن نقدر ان احنا نستخدم التقنيه الحديثه دي، ما فيش مشكله خالص طالما ان هي بتقدر ان هي تدمر البروتين او الحمض النووي بتاع الفيروسات نفسها. تمام، يعني احنا برضو تاكيدا لكلام حضرتك بما قلتي، بما انك قلتي الجمله دي، يعني احنا المفروض ما نغسلش الطعام اللحوم قبل التسويه علشان مشاكل في الميه بتاعتنا، ولا علشان حاجه في نوع اللحوم او البروتين؟ لا، علشان هنخلي البكتيريا الموجوده دي تنتشر على نطاق واسع وتبقى لازقه في هدومنا كمان وفي بعض الاجزاء من المطبخ الثانيه، ممكن كمان على طاوله التحضير تنتشر لطاوله التحضير او البوتاجاز نفسه اللي قد تكون ملامسه للاكل اللي جاهز للتناول. تمام، فاحنا بنخاف من الحاجات دي، فبنقول دايما انه هي هتوصل لدرجه تسويه عالية جدا جدا، درجة حرارة عالية جدا كافية ان هي تقتل الميكروبز اللي احنا خايفين منها اللي بتنقل التسمم الغذائي. لكن في حالة بقى الله اكبر وصلت حاجة مثلا زي الليستريا مثلا، دي ممكن تبقى هيت ريزيستنت، مقاومة للحرارة. بعض كمان البكتيريا ممكن توصل عند قص معين كده من التركيز بتفرز التوكسين بتاعها، والتوكسين بتاعها او السم بتاعها بيكون كمان هيت ريزيستنت، مقاوم للحراره. فمهما سخناها ومهما غليناها خلاص هي من الاول هي وصلت لقص معين من السميه، افرز التوكسين بتاعها وخلاص، فحافظت اتحفظت جوه الماده او الاكل. فعشان كده بنوصي دايما بقى بكل الحاجات دي، اجراءات بقى سلامه الغذاء واجراءات التغذيه السليمه. هنرجع لاجراءات السلامه مع حضرتك وهنكمل برده مع استاذ محمد، بس هناخد استاذ فريد صاحب مصنع جلود بالازهر مستخدم لجهاز الاذن. مساء الخير يا استاذ فريد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، قول لنا تجربتك الشخصيه مع الجهاز الاوزون. والله إيه؟ انا ما بستخدم، كنت قبل كده الميه اللي هي اوزون دايب فيها اوزون، اللي هو يعني الاوزون يعني فيه جزيء اكسجين زياده. فالجزيء الاكسجين الزياده ده لما بيدخل مع الدم في جسم الانسان بيجعل الدم بيوصل للاطراف بصوره سهله. تمام. فكل الاجهزه اللي في جسمنا، من كبد، من معده، من قلب، من كلى، لما بياخد الاوزون الزياده ده بيرجع الجهاز ده في جسم الانسان يشتغل بحاله احسن ما في حالته دي، وخصوصا كبار السن. يعني حضرتك كبار السن عندك كام سنة؟
نعم. حضرتك عندك كم سنه؟ انا عندي 72 سنه. بسم الله الله وربنا يزيده ويبارك في عمر حضرتك. العمر كله لحضرتك يا فندم. بستخدم اشتريت الجهاز ده من الاستاذ محمد من حوالي 7 سنين او 6 سنين. ما شاء الله 7 سنين. ده حضرتك بالنسبه لنا كده يعني العميل اللي لازم يعتبر هو اصلا مصدر معرفه ليك. طبعا. اكيد. ده دلوقتي انا يعني انا باخد الميه. الجهاز اللي انا اشتريته منه كان بيديني ميه فيها بيتحط زي فلتر كده. اول حاجه طبعا الجهاز ده بينقي الميه بصوره عاليه جدا جدا. استخدام الاوزون في تكرير الميه وتنظيف الميه، وفي نفس الوقت الميه دي انت لما بتاخديها بيبقى فيها جزيء اكسجين زياده، فبيظبط كل الاعضاء الحيويه اللي في جسم الانسان. ربنا يا رب يبارك ويزيد في عمر حضرتك ويعطيك العافيه يا فندم. قولي له حاسس بيه بقى، قولي له حاسس بيه دلوقتي. بصراحه يعني انا فرحان جدا ان في واحد في مصر بيجيب الاجهزه. ما شاء الله. طب احساس حضرتك بايه؟ استاذ محمد بيسال حضرتك احساس حضرتك بايه وانت في العمر ده، وربنا يا رب يجعلنا يعني بالقدره على الجمال والضحك زي حضرتك كده لحد العمر ده. السن ده ما بيصدقش. ما حدش بيصدق لما بتقولي الكلام ده. حد بيصدق. هو حاجه بسيطه كده. استخدام الاكسجين. أو اكسجين إيه؟ قوي. يعني هو الاكسجين نشط. يعني حتى اكسجين نشط بالظبط. يعني احنا كلمه الاكسجين اللي جوه جسم الانسان ده، سبحان الله ربنا خالق كل حاجه موجوده في عالمنا في كوكبنا هي صالحه لينا لصالح الانسان. فلما تبقى حاجه بيور ونقيه فعلا بجد تبقى ليها كفاءه قويه على جسم الانسان. هو حضرتك كمان ان احنا عندنا تلوث جامد جدا في مصر كلها. سكان القاهره محرومين من الاكسجين. ما عندناش اكسجين بسبب العوادم. كميه الاكسجين اللي موجوده في الجو اللي احنا بنتنفس منه وبقت قليله. قلت. وبعدين خصوصا كمان يا فندم حضرتك صاحب مصنع جلود، يعني اكيد بتتعرض لصبغه او غيره او روائح او حاجات موجوده في المصنع عند حضرتك. بقول لحضرتك هو الجهاز اللي بيجيبه ده حاجه عظيمه جدا، لانه بيزود نسبة الأكسجين في المية اللي احنا بنشربها. سؤال صعب بقى يا استاذ فريد، انت رحت للدكتور كم مرة في الست سنين دول؟ مش سامع كويس. سؤال بيسأل حضرتك استاذ محمد، حضرتك رحت في السبع سنين او الست سنين دول للدكتور كم مرة؟ ولا مرة. بسم الله الله اكبر. لا احنا تاتش وود بقى يا جماعة. انا ما بروحش للدكتور. انا كنت قبل الجهاز ده اروح للدكتور كده كل 6 اشهر. اشكرك جدا استاذ فريد، واتمنى ان شاء الله الصحه طولة الصحه والعمر لحضرتك. الحلقه بتخلص وانا مش عايزه اخلص الحلقه فعلا بجد. عايزه اخد كلمات اخيره من حضرتك. والله احنا انا يعني عن نفسي بنشهد المنقذ مصر ان هو يبص لتقنيه الاوزون دي. يعني حتى يعني لو في جدل على الـ على الـ على الحاجات الصحيه، ومع ان ما فيهاش جدل ولا حاجه، يبص حتى للزراعه، يبص حتى للمزارع، نقدر ان احنا نستفيد منه في الفتره اللي جايه للانتاج في كل حاجه. ما هو زي ما هو سحر بالنسبه للانسان وجسم الانسان، هو سحر للزراعه. تمام. وعندنا برضو الثروه الحيوانيه كمان، والثروه الحيوانيه المزارع طبعا، انتشار انفلونزا الطيور، انفلونزا الطيور والحاجات دي طبعا. محتاجين حلقه ثانيه. فاحنا بنناشد بقى الرئيس السيسي، احنا بنناشد كل القيادات والمعنيه في مصر ان احنا نقدر نبص بره الصندوق، بره المتعارف عليه. مش لازم دايما ندخل في كيماويات وحاجات، لا نحاول نرجع للطبيعه شويه ونستفيد. لا وانا هقول حاجه برضو، عشان الزراعه عندنا مشكله الليماتودا او الليماتادا زي ما بيقولوها. تمام. دي مشكله حوض البحر المتوسط، يعني ده بيقضي عليها بنسبه 95%. طب احنا بنشكر حضرتك في غصب عننا. احنا هنقدر لازم نختم النهارده. بختم حضرتك استاذ محمد مجاهد صاحب شركه سحاب للاستيراد والتوكيلات الدكريه. بشكر جدا حضرتك دكتوره ايمان عبد الله، وبعتذر جدا على اللخبطه في البدايه، الايربيز بس كان مفتوح. بشكر حضرتك دكتوره ايمان عبد الله اخصائيه التغذيه وصاحبه ومؤسس مبادره طعامي صحتي وصحتي وامني. بشكرك وشرفتينا النهارده. بشكركم مشاهدينا الكرام، أتمنى تكون حلقتنا عجبتكم. انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من حلقات برنامج صالون الأميرة. تحياتي أميرة يحيى، إلى اللقاء.